ارتاحي انت مرت عمي، انا بزبطه. لا تتعبي حالك، انت ارتاحي. تعب شو؟ صبية اكثر منكم كلكم. انا غانم جاهز، رح اجهز حالي لناخذ غانم على المستشفى. لا تعذبي حالك بلا ما تروحي انت، انا ورستم بناخده. لا انا اللي رح اجي كمان، بدي اسمع دكتور شو بده يقول، بدي اسمع حكيه بإذني مشان اعرف امتى رح يتحسن ابني، امتى رح يوقف على حاله. مرت عمي هلا بالمستشفى رح ينطرون على اوراق وتواقيع، انت ما بصير تنطري هونيك مشان قيمتك، انت لا تتعذبي لانه ليلى كمان رايحه. زهرة عندها معاين اليوم، خلي ليلى هون تساعد زمرد. جمال كمان اليوم ما عم يسكت. ما سمح لنا نشوفها لملك، بس على القليل عرفنا من خالي فاطمة انه ملك منيحة. انا ما بثق بعدنان ابدا يا زينب، ما شفتي قديش حاول انه ما يخلينا نشوف ملك؟ لا تبالي خالي فاطمة، ليش لتكذب علينا؟ هي قالت ملك منيحة، يعني بالنهاية هي الوحيدة اللي عم تشوفها. والله ما بعرف، بس ما رح يرتاح قلبي لحتى أشوف بعيوني إنها منيحة. معك حق، يلا بشوفك. بشوفك. أنا ما عندي بنت، ماتت أول ما خلقت، دفنوها تحت التراب. ما عندي بنت. انتي رح تطيبي امي، رح اعمل كل شي كرمال انه انتي تطيبي. كرمال تتذكريني انا بوعدك يا روحي. مرت عمي عالفاضي رح تجي معنا لهوني، اصلا نحنا ما رح نطول كتير ورح نرجع فورا. انتي قولي لرستم يجيب السيارة على الباب وحطي غانم بالسيارة. يلا امشي. ستي لوري رايحين لعند الدكتور؟ ايه. كيف صرتي انتي؟ يلا جهزي حالك مشان ناخدك على المعاينة. ستي لورين أنا منيحة، بس أمي ما أنا منيحة. لو بتاخدوها عالدكتور ما أنا متذكرة أي شيء، ومعصبة كتير كمان. مو لأنها مريضة، لأنها ما قدرت تهرب من هون. لا ستي لورين أمي ما عم تكذب، أنا عم بحكي جد. لو بتاخدوها عالدكتور بس لا يكتب لها دواء لو سمحتي. أمك ما حكت ليك قصة الراعي الكذاب؟ احكي له شوف. قصة الراعي الكذاب؟ كان في راعي من زمان كان بيحب يكذب كتير، وراح لعن صاحب الغنم وقال له بسرعة إجا الديب، وبلش يعيط ويصرخ يا ناس الديب أكل الغنم. الأهالي كمان صدقوه وصاروا يركضوا لينقذوا الغنم، ولمن وصلوا ما شافوا لا في ديب ولا شيء، وعرفوا أنه كذاب. انبسط كتير، وكل واحد من الناس رجع على بيته، وبطلوا الناس يصدقوا للراعي. وفي مرة اجت مجموعة دياب كتيرة وهجمت على القطيع وأكلوا الغنم كله. الراعي الكذاب ما ترك شي وما عمله، بس ما حدا كان يصدقه من الناس. أمك كمان هيك عملت. هلأ أنت وأمك كمان شو ما عملتوا ما حدا رح يصدقكن، وما بقى حدا رح يساعدكن أبدا. أهلين عزات. أهلين فيكي، كل شي تمام؟
عزت تركوا. مين ترك؟ العمال. بعد اللي صار آخر مرة تركوا الشغل من عنا. شو بنعمل؟ الله بيعوضنا. بس خلينا نجهز إعلان توظيف ونجيب عمال، وإلا ما رح نلحق هالطلبيات. عزات لا تتعب على الفاضي. ليش؟ إذا ما جبنا عمال جداد ما رح نلحق الطلبيات اللي عنا. ما حدا حابب يشتغل معنا أبدا، والزباين حكوا معنا تليفون كمان وخبرونا إنه نلغوا الطلبيات اللي بيناتنا. مو ممكن أصلاً إنه نلحق الطلبيات بهالعمال اللي عنا. فيصل، اندهلي على عمالنا الباقيين، بدنا نحكي كلنا سوا. أمرك معلم. بعد المعاينة رح أخدك على السوق زهرة، نشرب شي ومناكل حلو كمان. ما بدي، بدي أرجع لعند أمي. لحظة بس. نعم أخي عدنان، زبون جديد؟ طيب أخي، أنا وزهرة هلأ بالمستشفى، أول ما بنطلع من هون رح يجي فورا. يلا بشوفك. زهرة الكرمان، رح فوت لحالي. رح فك هي. شو كأنه فكت لحالها؟ ايه، من غير قصدي فكت. لازم تديري بالك كتير منيح، ما لازم تشيلي شي تقيل. فيني استخدم تليفون حضرتك؟ ليش هذا يلي برا مانو زوجك؟ هو ما معه تليفون؟ يعني هو ما بيسمح لي، أمي مريضة ولازم أنا ساعدها، عن جد كثير ضروري. في بعض الشباب تركونا، أكيد نحن ما فينا نجبر حدا يضل معنا. يلي حاططنا براسه وشو هي غايته كلنا منعرف، كرمال هيك نحن ما لحقنا الطلبيات. بس من اليوم ورايح رح نبلش من أول وجديد، ما بدنا نكسب لقمة حرام، وحابين نكسب بالحلال. عم نتعب ورح نتعب ورح نعرق شوي ورح يزيد جهدنا، بس ايد بايد رح نقدر نطلع من هالمحنة كلها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. يلا لنشوف. الله يقوي الجميع، كل واحد على شغله. شكرا شكرا شكرا. يلا عم عزت، رد على التليفون. شكرا لك. العفو لو. اي عندكم حق، في تراجع بردود افعاله، لما طلع من هون كان احسن بكتير. ليش هيك صار دكتور؟ نحن عملنا شي غلط. مرت عمي، أي غلط رح نعمل؟ نحن كتير دايرين بالنا عليه. أعطيتوا المريض أي دواء خارج الوصفة؟ لا لا يا دكتور أبداً، عم نعطيه من الدواء اللي أنت كتبت له إياه. بس
بهي خانم؟ لا دكتور ابدا. بنتائج التحاليل في مؤشرات مرتفعة، ممكن تكونوا عطيتوه حبوب مهدئة أو منومة مثلا؟ بهية؟ يا دكتور ما كان عم بينام من وجعه كل الليل، وكان بيطلع فيني كأنه عم بيقول ساعديني. أنا كمان ما تحملت وعطيته حبوب من نومي. رح أكتب وصفة جديدة ولا تعطوا دواء من عندكم، ممكن أنه تسببوا له سوء بحالته أكتر. ها يلا زهرة، رح أتدخل على الزبون، استعجلي شوي. ممكن أجي أنا كمان؟ شو صار لك؟ إنه شوي كان بدك ترجعي بسرعة. ما بتأخر كتير. طيب يلا تعال. جبت لك أكل بنتي. ما بدي منكم لا أكل ولا غيره، بدي روح على بيتي. عم إلكم بابا أكيد مشغول باله علي، بدي أمشي بقى. بس تجوعي بتاكلي ماشي، وإذا لزمك شي تاني مني اندهيلي، بيجي فورا لعندك. أنا عندي مدرسة، طلابي بيكونوا ناطريني هلا. لك ملك أي مدرسة هاي؟ ما فيكم تحبسوني هون بالزور، عم إلك بدي أمشي من هون. ما فيكي بنتي. شوفي كمان، قال عندها مدرسة وبدها تروح. طلعي انتي، انا بطعمية. مستحيل ليلى خانم، ملك مانا منيحة، مانا متذكرتنا. انتي طلعي. كنت اشتغل ممرضة، بعرف منيح كيف لازم اتعامل معه. هاتي. أنا لازم أرجع على البيت، أمي وأبي هلأ بيكون مشغول بالهم علي، بابا أكيد عم يدور علي بكل مكان، ما لازم ضل هون. أنا بعرف أبوك منيح. عن جد عم تحكي؟ تعرفي أبي؟ أكيد. أبوك مانو وكيل نيابي يا بنت؟ إيه أنا أبي وكيل نيابي. ليكي أنت اتصلي فيه قلي له إنه ملك هون، هو بيجي وبياخذني، قلي له إنه أنا هون. إيه؟ بقول له، بخبره. خدي انت اتصلي يلا. يسلموا. مانك متذكره رقمه؟ حاكي انت، اتصلي اسألي عن سامي سايجنر، الكل بيعرفه، قولي له ملك هون مشان يجي وياخذني ويرجعني على بيتي. يلا اتصلي. بس يدفى الجو شوي بناخد جمال ومنروح مشوار سوا. بصراحة انت بنت منيحة، يعني لو امك ما بتلعب بعقلك هي واخي عزت انسي. تعي خلينا نروح على المحل بطلب لك شاي.
ألو مين؟ ألو؟ أنا كنت طالبة رفيقتي، بس قلي أنت مين؟ يمكن غلطانة بالرقم. لحظة، يمكن يكون صح. عفوا منك؟ الأشياء الصح ما بتصير غلط، والغلط اللي بنعرفه ما بيطلع صح. لازم نعطي فرصة جديدة، وما لازم إنه نكون عنيدين كل هالقد. وشو هو الصح يعني؟ قلي. عفوا منك، شو عم بتقولي؟ أنا ما عم بفهم شي من كلامك أختي. عم قلك اطلع بالنص المليان من الكاسة. كاسة؟ بدك كاسة شاي؟ كم كاسة؟ قلي أختي. ألو؟ سكرت. احترقت الساندويشة لك، لمين هذا الطلب؟ قلي أختي. يا بنت، ليش هيك عم تحكي مع حالك أنت كمان؟ ولا شي زبط لهلأ، ولا شي. حظي بشع كتير مع حلمي. ليش هيك أنا عم يصير معي؟ ما يكون هالزلمة مسحور كمان؟ والله ما في تفسير تاني لهالشي. ياسمين قومي قومي، يلا هلأ بيرجعوا الكل، ولسه ما حضرنا شي للأكل. قومي قومي، خلصيني بقى. انت دكتورة شي؟ كيف بتعطي لواحد مريض مثله دواء من راسك هيك؟ خلص مرت عمي لا تحكي هيك، كم مرة شرحت لك انا؟ قلبي ما طاوعني شوف غانم عم يتعذب قدام عيوني هيك. زوجي كيف بدي شوفه بهالحالة؟ بالوقت اللي الكل نايمين ومرتاحين، بدك اتركه عم يتعذب بتخته يعني؟ طبعا لا. تشتغلي بتعليمات الدكتور، وإذا صار أي شي مو منيح رح أحاسبك إلك انت وقتها. بصير خير. من اليوم ورايح علي كمان مدير مثلي بهي الشركة، وأي شي بتحتاجوه فيكن تطلبوه منه قوله. تفضلوا يا جماعة، هذا كارتي، وإذا لازمكن أي شي خبروني. تمام. شريك، جيب القائمة لنشوفها. أمرك أخي. زهرة، إذا مليتي بتصل برستم ليجي يرجعك على البيت. لا ما في. السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام. لازمكم شي؟ أخي حلمي شاي للكل إذا سمحت. فورا معلم. صحتين وهنا على قلبكم، ألف صحة. زهرة بنتي الحلوة، كيفك؟ نسيتي عمك حلمي؟ معقولة انسى؟ زهرة ليكي وقت ما بتحبي فيكي تجي لعندي على القهوة، في شو ما بدك. عمو حلمي؟ ها؟ عندك زهورات؟ ومعقول ما عندي يا بنتي الحلوة؟ انا اللي عندي، وما انا من هدول الظروف. طبيعي وحياتك، واللي عندي من افضل انواع الزهورات. هلا تكي وبروح بجيب لك فورا. خذ هاد كمان. هاي. نحن كمان كنا عم نسأل ليش هالزلمة ما عم بيفيق أبداً. طلعت عم تعطي حبوب مهدئة. ما كنت فكرتها هيك أبداً هالبهية. بس قلة الحيلة يعني بتخلي الواحد يعمل أي شيء. أي نعم،
آه يا زمرد، منيح أنه سمعت كلمتك. غانم، زمرد هي اللي حست على حالتك، قالت لي أخذك. كلنا ناطرين اليوم اللي رح توقف فيه على رجليك. يلا أنا رح أشوف جماعة المطبخ. إذا هلأ بتموت بأرضك ما بيتحرك فيني شي، بس لا وحياتك ما رح تموت بهالسهولة هي. أنت رح تعيش ورح توقف على رجليك، واللي ما قدرت أنا أحكيه أنت اللي رح تقوله للناس. وليك قبل ما تقول الحقيقة ما رح أسمح لك إنك تموت. مرت عمي؟ خير؟ شوفي شو رح يكون. مرت عمي ما رضيت إلا تروح معي كمان على الدكتور، دريت إنه غانم عم ياخد حبوب منومة. إيه؟ شو قلتي طيب؟ هاي ما أنا مشكلة، لعبت على الحكي وقنعتها بطريقتي. المشكلة الأساسية إذا وقف غانم على حيله وقتها بس منروح فيها. اسمعيني منيح ليلى، غانم ما لازم يتعافى، وفكري معي كيف نلاقي حل. انت لا تشغلي بالك، لا تحملي هم اي شيء ابدا. مرت عمي ملك عن جد جنت على الاخر. بغيابكم رحت لعندها، ما انا متذكره اي شيء بنوب. ترجتني كرمال اتصل بابوها. تتصلي بابوها؟ ايه. ابوها مات باسطنبول، ما عندها خبر؟ ايه، بس هي مفكرته موجود هون. منيح، ما كان ناقصنا غير مجنونه وهلا كملت معنا. هالمرة رح نخلص منها أخيراً. عدنان ما رح يتحمل جنانة وهو اللي رح يطالعها بإيده برات هالقصر. كيف؟ افتحوا هالباب بقى، بدي روح على بيتي. ما فيكم تحبسوني هون بالزور، بدي ارجع على البيت. انا بدي ارجع على البيت. ابي بيكون هلا قلقان علي. انا ما عندي بنت، بنتي ماتت. ماتت لما كانت صغيره، دفناها تحت التراب. أوف يا ربي، ما رحت على الحصة كمان، الطلاب بيكونوا عم ينطروني هلأ، وأبي مشغول بقاله علي. الصنعة عم تتطور بسرعة يا جماعة، الأسبوع الجاي في معرض بأنقرة ونحن رح نروح ونشوف المكانات والبضاعة اللي هنيك، وبالنهاية البضاعة اللي عم يتم إنتاجها عم يتم استخدام تقنية نانو فيها، وبظن إنه هاي المنتجات الطلب عليها أكثر من القديمة بكتير. يا شباب خلصتوا؟ أيوة، صحتين وهنا إن شاء الله. نحن كمان مثلنا مثل أي شركة إنتاج، لازم إنه نكون منافسين بالسوق. صحتين وهنا. جاي تسنبل وراي سمروان الحاصودي ما بو لك. شو هاد؟ أعطيها لعمي عزت إذا ممكن. عزت أغا، زهرة بالمحل عند عدنان وبعتت لك هي.
عم تعرفني. ساعدني عم معزب. قومي لشوفي يا حلوة انتي. قومي شوفي شو جبت لك. يسلموا. اتصلتي بأبي؟ رح يجي ياخدني؟ حكيتي؟ شو قال لك هو جاي؟ ايه رح يجي، قال تستني شوي وهو بيخلص وبيجي ياخدك. يسلموا. ما حدا ساعدني، ما في غيرك انت ساعدتيني. ساعدوني! لحقوني خلصوني من هالمجنونة! شو عم تعملي؟ أنا قلت لك ارجعي على البيت زهرة، كنا عم نحكي بالشغل وغيره وأنت مليتي طبعاً. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. زهرة؟ كيف صرتي؟ أنت أحسن هلأ؟ إيه أحسن. إيه منيحة كتير. شلونك أنت؟ شلون الشغل؟ الله يبارك لنا. عم نشتغل مثل هالناس وما عم نلعب برزق غيرنا وبتعبنا وعرق جبيننا. الله يرزقك، الرزق بده تعب. يلا زهرة. زهرة، زينب بعتت هالكتاب، قالت هذا إلك. يلا زهرة، يعطيك العافية، تعي. يلا زهرة. شو عم تساوي؟ وقفي. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. مرت عمي، مرت عمي، ساعديني. لا تعملي هيك بقى، بكفي. لك خلاص تركيني شبكي. لا تعملي هيك، وقفي. يا عالم، لك وقفي، شو عم تعملي؟ تركيها، لك تركيها. يا الله دخيلك، شو عم بصير؟ ملك، انت شو عملتي؟ ما عملت شي. شو عملت؟ هي اجت لحالها، ما عملت لها شي. هاي طار عقلة على الآخر. لو ما جيتوا كانت خنقتني. أنا ما دخلني. شغل لك الراديو؟ لا. أحسن ما أنا أغني لك بعدين، اختاري. لا، رح أقرب الكتاب شوي. شو هذا اللي عم تعمله؟ لا تلمسني. اهدي شوي زهرة، كنت رح أقلك إنه أنا كمان بحب الكتب. شوفي خير. صار لازم تفهم وجود هالبنت خطر علينا كلنا. جنت فقدت عقلها. شوف حالة هالبنت المسكينة. لما دخلنا على الأوضة كانت مالك رح تغنقها، بالزور خلصناها من بين إيديها. أبصر شو رح تعمل هالمجنونة كمان.
شو كنتي عم تعملي بأوضة ملك؟ ها؟ فاطمة بس هي اللي بتفوت لعندها، فهمتي؟ آغا أنا شفقت عليها، قلت كرمال تأكل كم لقمة، بس هجمت علي فجأة. أكيد حكيتي شي خلاها تعصب. أنت كمان ضيعت عقلك مثلها، افتح عيونك منيح. طيبني حتى جمال ما سلم منها، ومبارحة حاولت تقوصك إلك. زهرة بالزور نفتت النرصاصة، وهلأ كمان ليلى. انت شو ناطر لسه لحتى تقلعه؟ انه يموت حدا فينا؟ اذا ما بدكن تموتوا فما حدا يفوت لعنده. ملك اوضتها مسكرة وما رح تروح لأي مكان، الكل يفهم هذا الحكي. عدنان آغا، إجا لعندك ضيف، هو بأرض الديار. أهل القصر ما نسامحين لحدا إنه يشوفه. يعني المعاينة ممكن تكون قصيرة كتير، بس مجبورين إنه نعمل هيك مراد، ما عنا حل تاني غيره. حتى لو عينت المريضة بهالظروف علاجها كيف رح يتم؟ حسب اللي فهمته منكم هي بحاجة لفترة منيحة. والله ما بعرف. خلينا نخلص من هالليلة بالأول، أنا رح لاقي طريقة. ما فيني أترك ملك بهديك الأوضة مع قدرها، وكرمال انه ترجع لطبيعتها رح اعمل كل شي بيطلع بايدي من شانها. لا تقلق ابدا، هارون اليوم او بكره رح يلاقيه ان شاء الله. هلا خليني لاقي هداك الشاب، ساعتها رح آخذ بيتار أبي وارتاح، وأنا ما بدي أي شي تاني غيره. صحتين وهنا. يسلموا إيديكي. منصور نفد من إيدي، بس ابنه ما رح ينفد مني. ما رح أتركه، بدي آخذ روحه منه، رح أقتله بإيدي التنتين. والله أنا من هلأ شفقت على حالة الشاب، ما بتمنى أكون مكانه. وينك انتي؟ ليش تارك الولد؟ يا سلام على هيك ام، انا قلت هالبنت ما فيها تربي ولد. لا تبكي يا ابني لا تبكي، ما بسخف فيك. يا روحي انتي يا عمري، امك ما عرفت تدير بالها عليك. ها خنقتك باللبس؟
تع 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 تع. أنا حبيتك كتير عزت، يا ريت لو أنت كمان حبيتني ولو شوي. بس فهمت ما رح تقدر تتركها، ما رح تقدر تشيل ملك من قلبك أو تنساها. وانت عم تقرا هالسطور انا رح اكون بعيده كتير. قرب الوقت، بعد شوي الكل بيكونوا ناموا. صباح خير. تلاقي الخير آغا. شكله عدنان آغا كان عنده ضيوف. إذا دخلنا قبل ما ينام عدنان رح يكون في خطورة كتير، لازم نستنى كمان شوي. ابني رايح تنام؟ إيه، تصبحي على خير. مين هذاك الزلمة؟ من وين بتعرفه؟ شو كان بده منك؟ صديق. خير؟ ليش عم تسألي؟ شكله ما عجبني أبداً. خليك بعيد عنه، لا تحكي معه بنوب، الله يرضى عليك. شبكي خفتي علي؟ خلص خالتي لا تخافي، ما بيأذيني لي، مشكلته مع حدا تاني. يلا تصبحي يا أخي. اتركوني بقى، هاد البيت مو بيتي. أنا مو قاعدة هلا بمكاني، بدي أرجع على بيتي. أنا لازم أمشي، بدي أرجع على بيتي. أنا نوم الهنا يا ابني، يلا لشوف. ها غفي، أنت ضبط بهون ونامي بعدين، إذا لزمك شي بالليل اندهيلي. Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Yarmısın, ben daha
sana geldim.